على فكرة، مشروع تحفيزي يتخذ الأفكار الإيجابية نقطة للانطلاق. منكون مع هالفكرة ومنحاور حسن حاج. على فكرة، شو الناس بفكروا عنك مش من مسؤوليتك. بشوفوك ناجح أو فاشل أو شخص منيح أو شخص عاطل، مش مسؤوليتك شو الناس بتفكر عنك. أغلبنا منعيش حياتنا عشان الناس، عشان الناس تشوفك ناجح، عشان الناس تقول أخذ شهادة، عشان الناس تقول غني، عشان الناس تشوفك راكب أجدد سيارة وساكن أحسن بيت، كله عشان الناس. بقولوا مد إجريك عقد فراشك. أغلبنا من مد إجرينا أكثر من فراشنا عشان حكي الناس، عشان نبين قدام الناس ناجحين، عشان نبين قدام الناس أغنياء، عشان نبين قدام الناس. بس بغيب عن بالنا إنه الناس وحكي الناس ورأي الناس ما إلوش علاقة فينا، إلو علاقة بوجهة نظرهن وتعريفهن للأمور، تعريفهن للناجح وتعريفهن للفاشل، شو معتقداتهن عن الشخص المنيح وشو معتقداتهن عن الشخص العاطل، شو التصرف المنيح وشو التصرف العاطل. ما إلوش دخل شو أنا، إلو دخل شو هن بيفكروا صح وغلط، غني وفقير، ناجح وفاشل. فتعيش حياتك عشان حكي الناس مضيعة للوقت، عم بتضيع حالك، بتضيع حياتك، وبتكونش صادق مع نفسك. حكي الناس مش مسؤوليتك، وما بقول عنك إشي وما إلوش علاقة فيك، إلو علاقة بحكي الناس اللي بيحكوا، لأنه إحنا منشوف العالم كيف إحنا، ما منشوف العالم كيف هو. على فكرة حسن حاج موجود معنا في المحتوى، تحياتي يا حسن. بدك أقول لك رأيي فيك؟ تحياتي مصطفى، أكيد تفضل. المفروض ما يفرقش معك، إسا بعدنا عم نسمع هال حدا أسمع بس أعمل فيه بعدين مسؤوليتي. هذا منيح، يعطيك العافية يا حسن. أولا مشروع جميل، والأهم من أنه فيه قيمة كمان أخلاقية أو اجتماعية، خلينا أقول إنما المثابرة والاستمرار. يعني كتير مشاريع على السوشيال ميديا بيكون نفسها قصير، بتبدأ وبتنتهي، لكن اللي بتطلع على حسابك وبتطلع على فكرة يوم بعد يوم بلاقي الأفكار عم تتزايد وعم تزيد، وكأنه الإنسان بعده متحمس لمشروعه ومصر أن يصل. خذنا أنت للمشوار تبعك. للمشوار مزبوط مصطفى، اليوم مع السوشيال ميديا وكل إشي موجود في السوشيال ميديا في منافسة كبيرة أول إشي، وعشان توصل بدك تتابر وبدك تكمل. الفكرة، فكرة البرنامج على فكرة كانت معي لفترة، بس قبل 5 شهور تقريباً ب19/12 بديت فيها، وتركيزي كان على الفكرة لأنه كل شيء بحياتنا يبدأ بفكرة. الكتاب هو فكرة، والأغنية هي فكرة، والدين هو فكرة. فالفكرة مهمة جداً، وحتى متابعة الأفكار وتسجيلها يومياً هو عبارة عن أفكار بالك لازم تنفذها. في حال سألتك أي الأفكار هي صاحبة الثقل الأكبر أو الوزن الأكبر الأبرز بما تنشره؟ هل هي الأفكار الاجتماعية أم التحفيزية أم الدينية ربما؟ في بحاول أنا من تجربتي ومن الأمور اللي مرقتها في حياتي، دراساتي وتجربتي وسفري وتجربة مع الناس، عم بحاول أشارك أي فكرة بتيجي عبالي، بحاول حتى لو شخص واحد يستفيد منها أنا بكون عملت شغلي من الفكرة. هدفي من الفكرة هو تغيير فكرة صغيرة أو تغيير اتجاه في عقل كل شخص فينا عشان يتوجه خطوة واحدة لقدام باتجاه هدفه. في أفكار كثيرة، يعني في فكرة، الفكرة اللي كانت قبل الانتخابات كانت إشي اللي عني كفلسطيني حامل الجواز الإسرائيلي، أخذت مشاركة كبيرة لأنها كانت مصاحبة لحدث الانتخابات. للأسف كمان في فكرة اللي ابن صفي من وأنا صغير من نحف قبل فترة قرر الانتحار، وشاركت بوقتها عن الشعور إنه شو اللي بخلي الإنسان يوصل لوضع إنه يحط حد لحياته واللي حواليه مش حاسين فيه. فهذول اثنين بقدر أقول لك إشي مصاحب لحدث معين صار وإشي طالع عن جد من جواتك بصدق هالقد كبير. أعتقد هاي الأفكار اللي بتخاطب الناس، اللي بيجي من القلب للقلب، مع أنه بحاول بكل الأفكار إشياء تجربة ذاتية عم بجيبها، بس في أفكار اللي بتوصل أكثر من أفكار. هل برأيك كل الأفكار ملائمة لكل الناس؟
اللي عم بتابعوك؟ في ناس تتواصل مع أفكار مختلفة، في ناس أكيد مش كل فكرة أنا بنشرها رح تخاطب نفس الناس ورح تخاطب كل الناس. كل واحد فينا عنده تجاربه، كل واحد فينا عنده معتقداته، إيمانه بالأمور. حتى أي فكرة ممكن اثنين يفهموها بطريقة مختلفة. فأنا كل يوم المثابرة عندي إنه كل يوم أقدر أفيد على القليل شخص من الفكرة اللي بنشرها، وهذا اللي مخليني أكمل. سؤالنا الأخير حسن رح يكون عن التجديد في السوشيال ميديا. الناس بتزهق بسرعة، زي ما بتستقبل الموضوع الجديد بسرعة، يعني الملل صار كأنه يعني ممكن يفسر أو يتجلى بطرق مختلفة عن اللي كنا نعهدها بعصر التلفزيون لحاله. بتخافش إنه الملل ممكن بيوم يخلي المشروع شوي أضعف، أو عدم التجديد يعني ما يرهقك؟ في بتيجي أفكار، الأفكار بتيجي بتروح. البرنامج اسمه على فكرة، وعلى فكرة الأفكار بتيجي بتروح. كثير مرات تيجي يوم اللي فيش عندك الفكرة جاهز، يجي اليوم اللي تقول لوين أنا رايح. بس كمان مرة أنا برجع بقول شو هدفي من على فكرة. إذا في شخص واحد بيستفيد من الفكرة اللي بنشرها، هذا الإشي بخليني أستمر وأحاول أجيب كل يوم فكرة أو كل يومين فكرة اللي تخاطب على القليل شخص واحد. كل واحد فينا أهدافه مختلفة بالحياة. أنا من ناحيتي إذا الفكرة ساعدت شخص وغيرت شخص وغيرت تفكير شخص وساعدته يمشي خطوة لقدام باتجاه ده، مستمر في على فكرة. وأكيد المفروض نجدد، أكيد المفروض الناس. قبل يومين سجلت عن الراحة في التغيير، نرتاح لما نغير الأمور ولازم نطورها، بس أكيد كله بيجي مع البداية والاستمرار والمثابرة. حسن حاج كل التحية من المحتوى، يعطيك ألف عافية ورمضان كريم. شكرا لك مصطفى، يعطيك ألف عافية، تحياتي.